قال موقع عين الفرات إن ميليشيا القاطرجي أفرغت عدداً من مقارها العسكرية في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي. وبحسب المصدر فإن عدداً من عناصر الميليشيا وقادتها غادروا مقرهم القريبة من ثانوية عبد المنعم رياض في المدينة، بينما بقي بعض العناصر للحراسة. هذا وأوضح المصدر أن سبب الإخلاء يعود إلى خشيتها من التعرض لاستهداف من قبل قوات قسد المتمركزة على الضفة الأخرى من نهر الفرات. كشف موقع أثر بريس المحلي أن حكومة النظام أبرمت اتفاقا مع شركة إيرانية يهدف إلى تأهيل وتطوير معمل البطاريات السائلة الوحيد في سوريا، وفقا لما زعمته الحكومة. وقال مدير الشركة السورية للبطاريات والغازات السائلة مصطفى إسماعيل إن عقدا تم إبرامه بين المعمل الحكومي للبطاريات السائلة والموجود في مدينة حلب وشركة إيرانية على الخط الائتماني، مشيرا إلى أن المعمل يأخذ حصة كبيرة من السوق بالرغم من وجود قطاع خاص محلي كورشات كثيرة، إلا أن إنتاج المعمل أفضل جودة وأرخص من حيث السعر. استحدثت وزارة الداخلية التابعة للنظام فرعا للهجرة والجوازات في مدينة سلمية بريف حما الشرقي. وقال رئيس فرع الهجرة والجوازات في حماة العميد محمد سليمانو لوكالة سانا إن هذا الفرع سيتيح إصدار بيانات حركة وإصدار تأشيرات الخروج والإقامة للمغتربين، فضلا عن إصدار جوازات السفر للمواطنين المقيمين داخل سوريا وخارجها. هذا وتشهد دوائر الهجرة والجوازات في مناطق سيطرة النظام ازدحاما كبيرا في ظل قرارات الحكومة المعطلة لعمليات التسجيل والتسليم. كشف مربو دواجن لموقع أثر بريس المحلي أن فيروسا غريبا يضرب الدواجن في محافظة حمص وريفها. ونقل المصدر عن أحد مربي الدواجن قوله إن مجموعات من الدجاج البياض في محافظة حمص تعرضت لمرض يعرف بنيوكاسل قبل نحو شهرين، مشيرا إلى أن هذا المرض انتشر تدريجيا في الريف الشمالي للمحافظة مسببا وفاة عدد كبير من الدواجن وخسائر للمربين. بدوره زعم رئيس دائرة الصحة الحيوانية في حمص الدكتور محمد زكريا عبد الباقي أن الإصابات بهذا المرض كانت محدودة ببعض مداجن الفروج. كشفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام أوقفت عددا من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عن العمل. وتابعت الوكالة أن أجهزة النظام أجبرت الوكالة على فصل الموظفين بحجة تشكيلهم ما سمته خطرا على الأمن السوري. وشملت عمليات الفصل 3 موظفين تابعين للأونروا بدمشق واثنين آخرين شمالي سوريا وموظفا واحدا بالمنطقة الوسطى، مشيرة إلى أن أحد الموظفين تم فصله بسبب انتماء فرد من عائلته للمعارضة السورية. أعلنت فنلندا عن إغلاق 4 معابر حدودية مع روسيا لوقف تدفق طالبي اللجوء إلى الدول الواقعة في شمال أوروبا. وقال رئيس الوزراء الفنلندي نقلا عن وكالة رويترز بيتري أوربو إن بلاده ستغلق 4 من نقاط العبور 9 على حدودها مع روسيا لوقف تدفق طالبي اللجوء إلى البلاد. هذا وذكر حرس الحدود الفنلندي أن العدد التراكمي للوافدين منذ أيلول الماضي بلغ 280 طالب لجوء، في حين أشارت الحكومة الفنلندية إلى أن طالبي اللجوء الذين يصلون عبر روسيا سيسمح لهم اعتبارا من السبت المقبل بتسليم طلباتهم عند معبرين حدوديين في شمالي البلاد فقط. ختام نشرة أحوال حلقة اليوم، أما الآن فإلى ملفات الليلة ونبدأها بمرسوم العفو وقانونيته الذي أصدره بشار الأسد.